نعم. أولا أشهدك أنني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، وجعلنا جميعا من أحبابه. ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟ يعني جمعها في جمعها. رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال خذوا عني مناسك، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم. فإذا كان الإنسان عذر كما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمعها، وإذا لم يكن له عذر فلا يجوز.